أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البدع مراتب ودرجات؟ ومتى يكون صاحب البدعة قد خرج من السنة؟ البدعة خلاف السنة، وكل من ارتكب بدعة فهو مخالف للسنة بقدرها. تكون البدعة مكفرة كدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله من الأموات والأضرحة والشرك بالله عز وجل، هذه بدعة شركية مخرجة من الملة. وتكون البدعة دون ذلك فتكون ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعلى كل حال البدع لا خير فيها، كبيرة كانت أو صغيرة، والصغيرة تجر إلى الكبيرة. فعلى المسلم أن يتجنب البدع وأن يلزم السنة، السنة النبوية: عليكم بسنتي، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، عليكم بسنتي. فيلزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجنب البدع. نعم.